النهارده ان شاء الله باذن الله المحاضره الاخيره في المراجعات بتاعتنا. هنعمل مراجعه النهارده على اساسيات الكمبيوتر. كنا اخذنا مع بعض الموديولات، شرحناها، كنا شرحنا اساسيات الكمبيوتر، اخذنا اساسيات الانترنت وتكنولوجيا المعلومات، كنا اخذنا برضو اساسيات امن المعلومات للمعلم اللي هو الجزء النظري لسه ما بصناش فيه. كنا اخذنا اللي هو التعاون عبر الانترنت، واخدنا برامج، اخدنا اللي هو الوورد والباوربوينت والاكسل والاكسس، واخدنا البريد الالكتروني، وعملنا مراجعات على البرامج دي. طيب ان شاء الله باذن الله النهارده هنعمل مراجعه على اساسيات الكمبيوتر. زي ما قلنا النهارده هنعمل مراجعات على اساسيات الكمبيوتر وبالاخص ويندوز 10. دايما طبعا اول ما بفتح ويندوز 10 بتظهر معايا الديسكتوب او سطح المكتب بالشكل ده. فاي حاجه موجوده على سطح المكتب فانا بسميها ايقونه، يعني كل ده اسمه ايقونه. طيب اللي شايفينه عامل زي شكل الكتاب ده اسمه فولدر او مجلد، اما ايه ملفات التشغيل دي اسمها فايل او ملف. طيب اقدر احط بداخل المجلد ملفات، لكن ما اقدرش احط بداخل الملفات مجلدات. طيب عندي كليك يمين وكليك شمال، فرق ما بين كليك يمين وكليك شمال ايه؟ كليك يمين بيظهر معايا الخيارات بتاعتي، وكليك شمال بيحدد، كليك شمال بيحدد بالشكل ده. تعالوا نضغط مع بعض على كليك يمين. أول ما أضغط كليك يمين على سطح المكتب ظهر معايا قائمة بالشكل ده. أول أمر اسمه فيو اللي هو عرض. عندك أول 3 أوامر في فيو اللي هو اللارج أيكون، الميديوم أيكون، السمول أيكون، يعني أيقونات كبيرة بالشكل ده أهو، أيقونات متوسطة، أيقونات صغيرة. يبقى فيو متحكمة في ايه؟ متحكمة في تكبير وتصغير ايقونات سطح المكتب، سواء كان اللارج ايكون او الميديوم ايكون او السمول ايكون. اخر حاجة اللي هو شو ديسكتوب ايكون، لو شلت علامة الصح من عليها فخفى لي ايقونات سطح المكتب بالشكل ده. اظهر تاني الايقونات ازاي؟ كليك يمين على سطح المكتب، بعد كده فيو، بعد كده اروح اعلم علامة صح على شو ديسكتوب ايكون. كليك يمين على سطح المكتب فيو. عندي حاجتين، حاجة اسمها الاوتو ارينج ايكون والالاين ايكون تو جريد. الاوتو ارينج ايكون بيعمل لك، بيحافظ على الترتيب التلقائي. يعني تعالوا كده نحرك الايقونة دي، بتتحرك معايا ولا لا؟ في اي مكان اهو تتحرك. حركها ازاي؟ كليك شمال واسحب، كليك شمال واسحب، معنى كده ان هي بتتحرك معايا. لكن تعالوا نعلم علامة صح على الاوتو الرينج ايكون، مهما اتحرك مش عايز يتحرك معايا. ليه؟ علشان انا محافظ على الترتيب ما بين الايقونات، محافظ على الترتيب ما بين الايقونات. طيب الالاين ايكون تو جريد بيحافظ على المحاذاة، المسافات ما بين كل ايقونة والتانية. تعالوا كده نشيل الايقونة دي نحطها في النص، اتحطت، حطها في النص اتحطت، بمعنى كده حتى المسافات ما بين كل ايقونه والتانيه ما عملش محافظه عليها. احافظ عليها ازاي؟ كليك يمين فيو، واروح اعلم علامه صح على حاجه اسمها ايه؟ الاين ايكون تو جريد. سورت باي بيعمل لي ترتيب لايقونات سطح المكتب، لو عايز ارتبها على حسب الاسم، على حسب الحجم، على حسب نوع الملف، على حسب تاريخ التحديث. ده بيرتب معايا ايقونات سطح المكتب. ريفرش بيعمل لي تحديث زي ما انتم عارفين. اما لو حبيت ان انا انشئ فولدر جديد من نيو، واختار فولدر واسميه بالاسم اللي انا عايزه، ادوس انتر. عايز انشئ ملف، نفس القصه، كليك يمين نيو، بعد كده اختار الملف اللي انا عايز انشئه، سواء كان وورد او اكسس او باوربوينت او اكسل. شوف الملف اللي انت عايز تنشئه. طيب انشاء المجلد اختصارتها كنترول مع شيفت مع ان، كنترول مع شيفت مع ان. طيب عندك حاجه اسمها ديسبلاي سيتنج او اعدادات الشاشه، بتفتح معايا اعدادات الشاشه بالشكل ده اهو. هنا اول حاجه بيقول لك تشينج ذا سايز اوف تكست ابس اند اذر ايتم، اللي هو تغيير حجم النصوص والتطبيقات والملفات الاخرى.
لما اجي اختار 175، بص اللي حصل، حجم الظهور للكلام بقى كبير، 100 بقى صغير، بس انا هختار 125% علشان قال لي recommended، يعني موصى بها. موصى بها معناه ان هو من الافضل انك تختار اللي هي recommended. الريزوليوشن الدقة، ومحدش يلعب فيها، محدش يلعب في الدقة. في بعض الأجهزة بتغير الدقة عشان ترجعها، صعب ترجعها، بتاخد وقت عشان تعرف ترجعها تاني. كل جهاز بيكون له دقة معينة غير الجهاز التاني، دقة اللي هي الظهور بتاع الكلام. طيب الأورينتيشن، اتجاه العرض. يعني ايه اتجاه العرض؟ الشاشة نفسها معروضة لاندسكيب، معروضة أفقية. لو اخترت بورتريت فتعرضت بالشكل ده، بقت رأسية. أنا لو دوست على ريفيرت هرجعها لي زي ما كانت، لكن لو دوست على كيب تشينج معناه أنا حفظت التغيرات اللي أنا عملتها. هنا بيعد ثواني لحد ما أخلص. خلص معايا. وده بالنسبة لإيه؟ لإعدادات الشاشة. طيب حلو خالص. جيت ضغطت كليك يمين على الديسكتوب وقلت له حاجه اسمها البيرسوناليز او تخصيص، بيرسوناليز او تخصيص. من خلال البيرسوناليز ممكن اعمل كذا حاجه، اغير الخلفيه بتاعت سطح المكتب من فين، من الباك جراوند، واروح عند الباك جراوند عندي ثلاث اختيارات، يا اما البيكتشر، يا اما السوليد كلر، يا اما السلايد شو. بيكتشر بختار صورة واحدة بس احطها خلفية لسطح المكتب. طب لو رحت على براوس بختار صورة من الجهاز عندي، تختار صورة من الجهاز وتقول له بعد كده ايه تشويس بيكتشر، اختيار الصورة. طيب لو عايز اخليها لون سادة سوليد كلر، وبختار اللون السادة اللي انا عايزه اهو، خليه على سطح المكتب. طيب لو عايز مجموعة صور يبدل ما بين الصور دي، يعني مش صورة واحدة، يعني كل 5 دقايق يجيب لي صورة اللي هي سلايد شو. سلايد معناها شاشة عرض. كل 30 دقيقة هيغير ما بين الصور، حاجة اسمها change picture every، تغيير الصورة كل قد ايه، تغيير الصورة كل قد ايه. انت بتحدد المدة اللي عايز تغير فيها. طيب فانا هخليها بيكتشر عادي زي ما هي. عندك بعد كده حاجه اسمها الكلر اللي هو لون النظام. اولا لما نيجي نفتح السيتنج او نفتح البرسونلايز، بص اللي بيحصل، شاشه الظهور بتكون باللون الازرق اهو، اللون الازرق. لما اكون فاتح ملف من تحت العلامه اللي ظاهره باللون الازرق. طب رحت على الكلر ورحت اخترت مثلا لون زي ده، شايفين اتغير ازاي اهو، حتى شكل الدخول اتغير معايا، بيغير معايا لون النظام، بيغير معايا لون النظام. وعندك حاجه اسمها تشويس يور ديفولت اب مود، هتختار المود اللي هتشتغل عليه، هقول له ايه دارك، ده المود بتاع جهاز الكمبيوتر اللي انا شغال عليه، المود بتاعي دارك او مظلم. لا انا مش عايزه دارك ولا مظلم، انا عايزه لايت، مضيء. طيب عندك حاجه بعد كده اسمها اللوك سكرين او شاشه التوقف، يعني انا لو سبت الجهاز فتره يعمل لي شاشه لوحده. في حاجه من تحت اسمها ايه، سكرين سيفر سيتنج، اعدادات شاشه التوقف، سكرين سيفر سيتنج، هدوس عليها واختار من السكرين سيفر هنا الشاشة اللي انا عايزها. يعني مثلا لو سبت الجهاز لمدة 10 دقايق اهو، انا هخليها 5 واقول له ابلاي، بعد كده اوكي. وبعد كده لو سبت الجهاز لمدة 5 دقايق دي الشاشة اللي تظهر، او دي الشاشة اللي تظهر. أو دي الشاشة اللي هتظهر. يبقى معنى من كده إن من سكرين سيفر أنا بختار شاشة التوقف، عايز بعد 5 دقايق دي الشاشة اللي تظهر معايا. طيب
عندك بعد كده حاجة اسمها السيمز، دي التمبلت بتاعة الكمبيوتر، النموذج بتاع الكمبيوتر ده السيمز. طيب لو انا الايقونات الاساسية اللي عندي مش ظاهرة وعايز اظهرها، اظهرها ازاي؟ بروح على حاجة اسمها ديسكتوب ايكون سيتنج، اللي هو اعدادات ايقونات سطح المكتب، وهدوس عليه. فالحاجة اللي هي متعلم عليها علامة صح هتلاقيها ظاهرة على سطح المكتب، اما الحاجة اللي مش متعلم عليها علامة صح مش هتلاقيها موجودة على سطح المكتب. فاتأكد ان هي موجودة على سطح المكتب ازاي؟ ان هو معلم عليها علامة صح. طيب لو عايز اغير شكلها، بتحدد الحاجة اللي عايز تغير شكلها وتقول له change icon، تغيير الايقونة، تقول له ايه change icon او تغيير الايقونة. طيب اول ما اقول له change icon، اروح اختار من هنا الايقونة اللي انا عايزها، اختار من هنا الايقونة اللي انا عايزها او شكل الايقونة، اقول له اوكي. هي كده اتغيرت. لو عايز ارجعها لشكلها الاساسي احددها واقول له ايه ريستور ديفولت، استعاده الشكل الافتراضي او الاساسي. طيب لو رحت على حاجه اسمها الماوس كريزر، اولا احنا لما بنكون شغالين فالجهاز بيهنج معايا، فالماوس يكون ظاهر ازاي؟ شكل الماوس نفسه، الماوس ادي الشكل بتاعه لما يكون في حاجه بيحملها، ايه شكل الظهور بتاع الماوس، تكون شكله ازاي. طيب البوتن دي اللي هي السبيد، السرعة بتاعت الماوس بتاعتك، سرعة الماوس من هنا من السبيد دي هي سرعة الماوس بتاعك. طيب الباونتير اوبشن، لو عايز اعمل دوبليكيت للمؤشر بتاعي اهو، في حاجة اسمها ديسبلاي باونتير، هدوس عليها انا بعمل زي دوبليكيت او تكرار لمؤشر الماوس بتاعي. حلو خالص لحد دلوقتي. عندك بعد كده الفونت، الفونت دي الخطوط اللي انت معرفها على جهاز الكمبيوتر عندك. عايز انزل خطوط تانية تنزلها من هنا، اكتب نوع الخط، دي كلها خطوط موجودة عندك، بالشكل ده كلها خطوط. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها ستارت وتاسك بار، اعدادات قائمه ستارت. اولا لو جينا بصينا، هل في قائمه ستارت لما اجي ادوس عليها في قائمه ظاهره هنا بالتطبيقات؟ بيظهر لك قائمه بالتطبيقات هنا، الموست يوزد، اكتر تطبيقات انت استخدمتها، وهتنزل تحت بيرتب لك التطبيقات ترتيب ابجدي، ترتيب ابجدي. طيب جيت هنا في كلمة اسمها show app list in start menu، show app list in start menu يعني إظهار قائمة بالتطبيقات في قائمة start زي ما هو عامل كده، نخليها off. بص اللي حصل، شل القائمة اللي كانت موجودة، أظهرها تاني ازاي؟ أخليه ايه on. طيب عندك بعد كده حاجة اسمها show recently add apps، اخر تطبيقات انت ضفتها على جهاز الكمبيوتر عايزها تظهر هنا ولا لا؟ اهو الريسنتلي اد، دي اخر تطبيقات موجوده عندك اهي، لو مش عايزها خليها اوف. طيب بيقول لك شو موست يوزد ابس، اكتر تطبيقات انا استخدمتها زي كده، هيظهرها لك في جروب لوحده ولا لا؟ طيب حلو خالص لحد دلوقتي، اول ما افتح قائمه ستارت، هل قائمه ستارت واخده معايا الشاشه كلها ولا واخده جزء؟ واخده جزء صغير من قائمه ستارت، خليها مثلا عند يوز ستارت فول سكرين، خليها اون. انا عايز قائمه ستارت تاخد الشاشه كلها، بص اللي حصل، اخدت الشاشه كلها. ليه؟ علشان في يوز ستارت فول سكرين خليتها اون، فاخدت معايا الشاشه كلها بالشكل ده.
طب هخليها اوف، اخدت جزء صغير من الشاشة. ده بالنسبة لإعدادات ستارت. طب بعد كده التاسك بار، فين التاسك بار؟ يقصد بيه شريط المهام، الشريط اللي من تحت ده اسمه التاسك بار. انا عايز احرك التاسك بار، مش عايز اتحرك معايا. عندك اول امر اسمه لوك ذا تاسك بار، تثبيت او قفل التاسك بار. انا اعملها اون، يعني معنى كده انا ما اقدرش احركه. طيب نخليه اوف، وكليك شمال في اي مكان فاضي في التاسك بار واسحب، اهو بيتحرك معاك. لكن لو خليته اون مهما عملت مش هتحرك معاك، مهما حاولت تتحرك مش هيحرك معاك. طيب بيقول لك اوتوماتيك هايد ذا تاسك بار ان ديسكتوب مود، فين التاسك بار؟ اختفى. فين التاسك بار؟ اختفى معايا. ليه؟ لان انا مش واقف على التاسك بار، طالما واقف بعيد عنه مش هيظهر. طب لو قربت ظهر، ده اللي هو فين؟ اوتوماتيك هايد ذا تاسك بار. طيب عندك حاجه اسمها اليوز سمول تاسك بار بوتن، شايفين الايقونات اللي انا مثبتها على التاسك بار؟ هخلي من يوز سمول تاسك بار بوتن اخليها اون. اللي حصل؟ خلى التطبيقات اللي انا مثبتها على التاسك بار صغيره بالشكل ده، خليها لي صغيره. هتنزل تحت شويه، احنا قلنا بنحرك التاسك بار ازاي؟ قلنا بنحرك التاسك بار انا اروح افتح القفل من فوق. طيب في تحريك مانوال؟ من التاسك بار لوكيشن اون سكرين، مكان التاسك بار فين على الشاشه. تعالوا كده نختار ليفت، خلوه ناحيه اليسار. تعالوا نختار توب، خلوه لي من فوق. تعالوا نختار رايت ناحيه اليمين، بوتم خلوه لي من تحت. وخلاص. اي حاجه فتحها من تحت هل بيظهر ليا الاسم بتاعها ولا لا؟ مش بيظهر الاسم. عندك حاجه اسمها الكومبين تاسك بار بوتن، تعالوا كده نختار وين تاسك بار اس فول. ايه اللي حصل؟ اي حاجه انا فاتحها كاتب لي اسمها. او تعالوا نفتح الوورد، كتب اسمه جنبه. فانا مش عايز اظهر الاسم ده، هقول له ايه؟ always hide labels، يعني دائما اخفي لي العناوين، خفى ليك العناوين بالشكل ده. طيب جيت هنا في قائمه ستارت وعايز اثبت دي على التاسك بار، اثبت اي تطبيق ازاي؟ كليك يمين عليه، كليك يمين عليه واقول له ايه؟ بن تو تاسك بار. كلمة بن معناها تثبيت، يعني تثبيت على شريط المهام. بس محدش يقول انا هثبت مجلد، لا، تطبيقات ومش ملف، يعني مش ملف زي ده انا شغال عليه، انت بتثبت الملف الرئيسي. في الرئيسي هقول له من مور، هقول له بن ذا تاسك بار او بن تو تاسك بار، يعني تثبيت على شريط المهام، اهو اتثبت معايا تحت. اشيل اي تطبيق ازاي من تحت؟ كليك يمين عليه واقول له ايه؟ unbin from the task bar، يعني الغاه التثبيت من شريط المهام. يا اما كليك يمين عليه وبدل ما اقول له بن هقول له unbin. طيب عايز اثبته على قائمة start، يعني هنا داخل start نفس القصة، بس ده هعمل له الغاه تثبيت من start. كليك يمين على الحاجة اللي عايز اثبتها هنا واقول له بن تو ستارت، يعني تثبيت في قائمة ستارت. حلو خالص لحد دلوقتي. تعالوا نضغط كليك يمين على التاسك بار. لو عايز ادخل على اعدادات التاسك بار هقول له ايه؟ التاسك بار سيتنج، فتح معايا الاعدادات اللي احنا شرحناها من شوية. طب لو ضغطت كليك يمين ورحت شلت علامة الصح من كلمة اسمها لوك ذا تاسك بار، احنا قلنا كلمة لوك معناها قفل التاسك بار. أول ما أشيل علامة الصح من عليها وتعالوا حرك، هيتحرك معايا.
نثبتها تاني ازاي؟ اروح اعلم عليها علامة صح، بعلم عليها علامة صح علشان تتثبت معايا. عندك حاجة اسمها التاسك مانجر اللي هو مدير المهام. لو في تطبيق مهنج معايا وعايز تقفله، تقفله ازاي؟ عن طريق التاسك مانجر. تروح على التاسك مانجر اهو، وتحدد التطبيق اللي عايز تقفله، وتقول له ايه اند تاسك، انهاء المهمة. يا اما لو انا داخل جوه لعبة تمام، او جوه حاجة معينة، فالتاسك بار مش ظاهر معايا. في اختصارة الت مع كنترول مع ديليت، الت مع كنترول مع ديليت هيفتح ليك برضو التاسك مانجر. طب لو انا قاعد جوه ذيس بي سي وكليك يمين على التاسك بار وقلت له شو ذا ديسك توب، هيوديك على سطح المكتب، هيوديك على سطح المكتب بس فاتح لك الذيس بي سي اهو تحت. طيب بيجي سؤال بيقول لك لو انت فاتح برنامج وورد اعمل لي ليه تصغير او مينمايز او طي في التاسك بار. الطي اللي انت هتخليه من تحت اهو، او انا خليته من تحت موجود بس هو مفتوح اصلا، اول ما ادوس عليه تاني هيفتح معايا. طيب حلو خالص. انا لو عايز ادخل على ذيس بي سي ليها اختصار كنترول مع اي. طيب داخل ذيس بي سي وعايز اطلع بره ذيس بي سي، هل كنترول مع اي؟ لا، مش كنترول مع اي، ويندوز مع اي. في زرار في لوحه المفاتيح اللي هو علامه الويندوز، ويندوز مع اي هيدخلك جوه ذيس بي سي. طيب لو قاعد جوه ذيس بي سي ودوست على ويندوز مع دي هيطلعك على الديسكتوب او سطح المكتب. يبقى الت مع كنترول مع ديليت بيظهر ليك التاسك مانجر. طيب كنترول مع شيفت مع ان بينشئ لي مجلد جديد، ويندوز مع اي بيدخل لي على زيس بي سي، اما لو قاعد جوه زيس بي سي وعايز اطلع بره ويندوز مع دي هيطلع لي على الديسكتوب او سطح المكتب. لو عايز احدد مجلدات بعيدة عن بعض كنترول، واحدد باقي المجلدات اللي انا عايزها، حدد كل المجلدات او الملفات اللي انا عايزها وما اشيلش ايدي من كنترول. اما لو عايز احدد ملفات ومجلدات جنب بعض شيفت، وما اشيلش ايدي من شيفت واروح احدد زي ما انا عايز. لو جينا ضغطنا كليك يمين على التاسك بار فوق خالص في حاجه اسمها التول بار اللي هي ادوات الشريط، اي حاجه بختارها من هنا هتلاقيها ظهرت معاك تحت. وليكن على سبيل المثال ديسكتوب، او ظهر معاك حاجه اسمها ديسكتوب. اول ما ادوس على السهم اللي جنب ديسكتوب فتح لي كل الحاجات الموجودة على الديسكتوب أو سطح المكتب. ألغيها إزاي تاني؟ أشيل من عليها علامة الصح. السيرش هي خاصة بإيه؟ بأيقونة البحث. البحث ده لو عايز أدور على برنامج داخل الجهاز، عايز أدور على حاجة معينة داخل الجهاز أو. مثلا عايز أدور على الوورد بالشكل ده أهو، فأروح على البحث. أيقونة البحث نفسها أنا لو عايز أخفيها من السيرش أروح أعلم على هيدن. طب لو عايز أظهرها في شكل أيقونة شو سيرش أيكون، أما لو عايز أظهرها في شكل صندوق اللي هو شو سيرش بوكس، فظهرت معاك في شكل صندوق بحث. طيب عندك شو تاسك فيو بتم بيظهر لي كل التطبيقات ظهرت معاك تحت اول ما تدوس عليها. دي كل الحاجات اللي انت فتحتها اليومين اللي فاتوا، ده فتحته مثلا النهارده، ده فتحته امبارح، ده فتحته مثلا 26/4، ده فتحته مثال ده تبع 26/4، ده 25/4، فبيديك التاريخ. فلو عايز اظهر اكتر اقول له يس، فده بيقول لك الحاجات اللي انت فتحتها النهارده وامبارح ومن يومين مضوا او من 3 ايام مضوا، اللي هو اسمه التاسك فيو اهو. الغيه ازاي؟ اروح اشيل علامه الصح من عليه. طيب الشو بيبول اون ذا تاسك بار،
ده لو عايز اضيف جهات الاتصال بتاعتي او الارقام اللي انا مسجلها على التليفون واعمل شات دردشة معاهم عن طريق موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. بس ليه مش ظاهر؟ عشان انا مش ضايف حد. الغيها ازاي؟ اشيل علامة الصح من عليها. طيب شو ويندوز لينك، اول ما ادوس عليها ظهرت علامة زي علامة العزف كده، جيتار. اول ما ندوس عليها هتلاقيه ظهر معاك تطبيقات زي الستيك نوت اللي هي المفكرة، زي مثلا السناب او السكتش اللي هي السكرين شوت، زي مثلا السكتش باد اللي هي لو حبيت اشرح على حاجة معينة اهو انا بشرح مثلا بالشكل ده، اكتب ارسم اعمل اللي عايز اعمله اهو، دي الوان لو عايز الون وهكذا، دي الاستيكة، ده السكتش باد. في ناس بتستخدمه في الشرح. يعني نوت من خلالها بقدر اشرح. انا عايز اعمل لها حذف، ديليت اهو، الغيها ازاي؟ اشيل علامة الصح من عليها. لو عايز اظهر لوحة المفاتيح في التاسك بار او اخفيها، من فين؟ من شو تاتش كيبورد بوتن، شو تاتش كيبورد بوتن. طيب لو انا فاتح ملفين عندي، ملف زي ديه وملف زي ده، انا فاتحهم واقف عليهم، واقف عليهم، هضغط كليك يمين على التاسك بار، اول ما اقول له حاجه اسمها شو ويندوز سايد باي سايد هيفتح لك الملفات جنب بعض اهي. انا مش عايز ده، تعالوا كده نفتح ده ونفتح الملف التاني، وراح اقول له انا عايزك شو ويندوز سايد باي سايد، فتح لك الملفين تحت بعض بالشكل ده. بس لازم اكون فاتحهم، على الاقل اكون فاتح الملفين. طب لو قلت له شو ويندوز ستاك، برضه خليهم لي تحت بعض او جنب بعض. طيب لو قلت له كاسكيد ويندوز، خليهم لي منطبقين على بعض بالشكل ده، ادي في واحد فوق وواحد تحت، واحد فوق وواحد تحت. طيب لو كنت قافل الاثنين هتلاقي الاوامر عندك مش متفعله. يقول تتفعل امتى؟ بتتفعل لما اكون عندي على الاقل ملفين او اكتر. طيب حلو خالص لحد دلوقتي. تعال ندخل على عزيز بي سي، عندك فوق حاجه اسمها فايل كمبيوتر فيو، فيو اللي هو طريقه العرض بتاعه الدرايف او القطعه، طريقه العرض بالشكل ده. هنا السورت باي ده لو عايز ارتب الدرايف او القطاع عندي على حسب حاجه معينه. اما هنا النافيجيشن بين اللي هو شريط الاشعارات اللي ظهر في الجنب، اخفيه وازوره من فين؟ من النافيجيشن بين. كمبيوتر ده لو عايز اعرف خصائص الجهاز بروبرتيز، عايز مثلا اغير اسم درايف معين هقول له رينيم او اوبن، او كليك يمين واختار رينيم او اعاده تسميه. لو عايز ادخل على الاعدادات هقول له اوبن سيتنج، هيفتح معاك الاعدادات. عايز اعرف برضو خصائص الجهاز سيستم بروبرتيز، طيب عايز الغي تثبيت لبرنامج من جذوره. مفيش حد يقول لي انا هعمل ديليت على الملف او على البرنامج كده حذفته، لا لازم تحذفه من الجذور بتاعته. اي واحد بيزرع شجره لازم بيزرعها من تحت الارض، يعني ترمي بذره في الارض والبذره بتطلع او بتنبت معاك الشجره الكبيره، فالبذره دي انت علشان تموت الشجره لازم تشيل البذره. نفس القصة البرنامج علشان أشيله من خالص من الجهاز لازم أموت البذرة بتاعته، لازم أشيله من الجذور. أروح على حاجة اسمها Uninstall or Change Program، Uninstall
or a change program. طيب المفروض ان هيظهر معاك تطبيقات اهو ظهرت، استنى عليها شويه لحد ما تحمل. اي تطبيق عايز اشيله احدد التطبيق واروح اقول له ايه انستول او الغاء التثبيت بس، يعني عشان الغي تطبيق من جذوره. لو عندي مجلد زي ده وعايز اختار المجلد ده كليك يمين بروبرتيز او خصائص، هروح اعلم علامه صح على هيدن، بعد كده اقول له ابلاي، بعد كده اوكي. هو هل هو اختفى خالص؟ لا هو ظاهر بس بنسبه بهتان. ليه؟ لما بتدخل على زيس بي سي وتروح على فيو، معلم علامه صح على هيدن ايتم، على فيو معلم علامه صح على هيدن ايتم. طالما معلم علامه صح على هيدن ايتم معناها ان الملف بتاعك ظاهر بس بنسبه بهتان. طيب في طريقه تانيه اعرف ان الملف ظاهر بنسبه بهتان ولا لا؟ من فايل واختار اوبشن او تشينج فولدر اند سيرش اوبشن، واروح على فيو من فوق هتلاقيه معلم على كلمه اسمها شو هيدن فايلز، يعني هيعمل اظهار للملفات المخفيه. طب لا انا عايز اخفيه خالص، اخفيه ازاي؟ اشيل علامه الصح من الهيدن ايتم، او هروح على فايل بعد كده تشينج فولدر اند سيرش ايكون ومن فيو هعلم علامه صح على دونت شو. طيب اختفى، اظهره تاني ازاي؟ هعلم علامه صح على الهيدن ايتم، فالحاجات المختفيه ظهرت. حلو، بعد ما ظهر بس ظهر بنسبه بهتان، عايز ارجعه زي ما كان تاني الاول، كليك يمين بروبرتيز واروح اشيل علامه الصح من هيدن واقول له ابلاي، بعد كده اوكي اهو ظهر. طب لو عايز اخلي الملف ده للقراءه بس مثلا عشان ما اعدلش فيه، كليك يمين بروبرتيز واروح اعلم علامه صح على ايه؟ read only، يعني انت مش هتعدل ولا تغير فيه، هتقراه بس. طيب عندي ضغط، عندي مجلد بالشكل ده كليك يمين وضغطت على بروبرتيز او خصائص، فهيظهر له خصائص الملف، ادي اسم الملف وادي نوعه، نوعه بيقول لك ايه فولدر، اللوكيشن مكانه فين بالظبط، هتروح على السي، بعد كده اليوزر، بعد كده لغه العصر، بعد كده الديسكتوب هتلاقيه فين في الديسكتوب. عندك السايز حجم الملف الاصلي، السايز اون ديسك حجمه على سطح المكتب او القطاع، كونتين يعني المجلد ده بيحتوي على ايه، بيحتوي على 155 فايلز، 155 ملف و53 فولدر. هنا كرييتد انا انشاته امتى؟ انا انشات الملف ده امتى؟ حتى لو جيت ضغطت عليا فهتلاقيه ظهرت معاك حاجات تانية اهو. كرييتد انشأته امتى بالظبط؟ موديفايد امتى حدثت عليه؟ اكسسد امتى فتحته؟ امتى فتحته اخر مرة؟ طيب التايب اوف فايل بيقول لك اسمه مايكروسوفت وورد دوكيمنت. طب هتفتحه بايه؟ هتفتحه بالوورد اهو، ومديك هنا اسم الملف اللي انت مسميه. طيب عندي مجلد زي ده وعايز اغير شكله، كليك يمين بروبرتيز بتروح على اخر حاجه اسمها كاستمايز، اخر حاجه عندك اسمها كاستمايز، بعد كده تقول له ايه تشينج ايكون او تغيير الايقونه، وبتختار الشكل اللي انت عايزه مثلا الشكل ده واقول له اوكي، بعد كده ابلاي، بعد كده اوكي. ايه اللي حصل اهو؟ اتغير شكله. ارجعه زي ما كان ازاي؟ من تشينج ايكون واقول له ايه ريستور ديفولت او استعاده الشكل الافتراضي او الشكل الاساسي. عايز اعرف خصائص الجهاز بتاعي، كليك يمين على زيس بي سي واقول له ايه بروبرتيز او خصائص، ظهر لك البروسيسور المعالج والرام اللي هو ذاكره القراءه والكتابه والسيستم تايب اللي هو نوع النظام والنسخه او الاصدار بتاعك، او هتلاقيه كاتب لك من تحت كلمه اسمها الاديشن اللي هو الاصدار بتاعك. طيب لو عايز افتح الاله الحاسبه افتحها من فين؟ من السيرش، هروح اكتب له ايه
كالكوليتور واروح افتحها. دي الآلة الحاسبة بتاعتي. لو عايز احولها الى آلة علمية من هنا من 3 خطوط اللي تحت بعض واقول له ايه scientific، آلة اللي هو الشكل الافتراضي ستاندرد. دي الآلة الحاسبة بتاعتي، عايز افتح الاجندة اقول له كليندر. اهي كليندر اللي هي الاجندة، وادي الاجندة بتاعتي. انا مش عايز ده، اقول له كليب. طيب لو عايز افتح مثلا مفكرة، يا اما هختار او اكتب النوت باد اهي فتح معايا مفكرة، يا اما الستيك نوت. وايه الفرق ما بين الاثنين؟ ان الستيك نوت دي لو سبتها مفتوحة بالشكل ده وقفلت الجهاز هتفضل موجودة زي ما هي. انا عايز افتح زي ما قلنا الفرق ما بين الستيك نوت والنوت باد، ان النوت باد سواء قفلتها او سبتها مفتوحة هتتقفل بمجرد ما اقفل الجهاز، اما الستيك نوت لو سبتها مفتوحة ورحت قفلت الجهاز وفتحته تاني هتلاقيها موجودة زي ما هي، تلاقيها موجودة زي ما هي. طيب السنابنج اللي هو السكرين شوت ده، لو عايز اخد لقطة للشاشة من نيو اوف كده انا اخدت لقطة ليه. من هنا بتحدد المود بتاعك، انا مش عايزها. طيب عندك بعد كده الرسام اللي هو اسمه البنت بي اي، ده لو عايز افتحه واشتغل عليه. عندك الرسام 3D او بنت 3D، فدي كلها برامج ممكن تشتغلوا عليها. معلش ثواني كده واكون معاكم تاني. طيب نكمل، زي ما قلنا عندنا برامج زي الآلة الحاسبة والأجندة والرسام ورسام 3D والمفكرة سواء كان نوت باد أو الستيك نوت. عندنا اللي هو السنابينج تول اللي هو اللي بياخد لقطة للشاشة، وعندك برنامج اسمه الارم اللي هو المنبه. فدي كلها برامج بيلت ان ممكن تستخدمها تبع الجهاز، لكن ما تقدرش تحذفها لان هي اصلا بتكون نازله مع جهاز الكمبيوتر او مع النسخه بتاعتك. طيب حلو خالص. عندك بعد كده حاجه اسمها كنترول بانل او لوحه التحكم. من كنترول بانل عندك بعد الاعدادات حاجه اسمها فيو باي، طريقه العرض نفسها بتاعت كنترول بانل او لارج ايكون سمول ايكون كاتيجوري. حطلك كل الادوات اللي بتعمل نفس الحاجه في جروب واحد. هنا لو رحت له على سيستم اند سكيورتي وسيستم اند المينتنس اللي هو الامان والمينتنس اللي هي الصيانه، فقلت له السكيورتي الامان بتاعك، بيقول لك الانترنت سكيورتي سيتنج اعدادات الامان بالنسبه للانترنت اوكي يعني متفعله. طيب اليوزر اكونت كنترول التحكم في الحسابات الشخصيه عاملها ايه اوف. طيب المينتنس او الصيانه، هنا بيقول لك حاجه اسمها الريبورت بروبلمز، المشاكل اللي بتظهر معاك على جهاز الكمبيوتر، يعني لو في فيروس يجيب لك رساله ولا لا. طيب لو في مشكلة في نوتيفيكيشن اشعارات تجيب لك رسائل بيها ولا لا. في اي مشاكل عندك موجودة على الجهاز يجيب لك تقرير بالمشاكل دي. والقصة ان انا ببص بس على الاعدادات بتاعتي هنا. طيب لو قلت له الويندوز ديفندر فاير وول، ده بيجي عليها سؤال في الاختبار الدولي، ايه وظيفة الجدار الناري او جدار الحماية؟ حماية جهاز الكمبيوتر من عمليات الاختراق الداخلية، يعني لو حد بيحاول ان هو يخترقك الجدار الناري بيقوم بالواجب. يعني الجدار كأنه حائط سد، وادي مثلا الكرة الارضية، نفترض ان الكرة دي الجهاز بتاعك، ونفترض من ناحية اليسار في فيروس عايز يدخل، فالفيروس بتمنع الحائط ده، بيمنع الفيروس ان هو يعدي علشان يوصل للجهاز. فالفاير وول اللي هو الجدار اللي هو الحامي لجهاز الكمبيوتر.
تلاقيه معلم، هتلاقي فيه علامتين صح باللون الاخضر ظهر، حاجه اسمها البرايفت نتورك وحاجه اسمها البابليك نتورك، يعني الشبكات الخاصه والشبكات العامه، الاثنين محميين عندي. حتى هتنزل تحت في كلمه اسمها ايه، الويندوز ديفندر فاير وول، يعني انا فاتح الجدار الناري. الاكتيف بابليك نتورك كاتب لك اسم الشبكه اللي انا فاتح منها دي، اسم الشبكه. طيب لو قلت له سيستم، فتح لي خصائص جهاز الكمبيوتر بتاعك. طيب لو قلت له بعد كده على تاني واحدة اللي هي اسمها النتورك اند انترنت، معلش انا بعتذر من الناس. طيب زي ما قلنا هدخل بعد كده على النتورك اند انترنت اللي هي الشبكات والانترنت، وعندك حاجة اسمها النتورك اند شيرنج سنتر اللي هو الشبكة ومركز المشاركة. اول ما تدوس عليها فهنا قال لك دي الشبكة اللي انت متصل بيها، اهي بابليك نتورك، دي شبكة عامة مش خاصة. طيب الاكسس تايب، نوع الاتصال انترنت، اهو نوع الاتصال انترنت. طيب الاتصال بتاعك عبارة عن ايه؟ واي فاي. واي فاي يعني اتصال لاسلكي مش اتصال لاسلكي. الاتصال عندك لاسلكي وسلكي، الواي فاي اللي هو اللاسلكي اللي هو الاتصال الهوائي. طيب انا كده معناه انا متصل، لكن لو جاب لي رساله مثلا او عمل لي علامه اكس وكتب لي كلمه اسمها النت كونكتد، معناها ان انت غير متصل بالانترنت. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها الانترنت اوبشن، اعدادات الانترنت. الجزء ده في اساسيات الانترنت، عندك هنا في الاول خالص حاجه اسمها اليوز كرنت، اليوز ديفولت، واليوز نيو تاب. دي يقصد بيها الشاشه الافتتاحيه بتاعه المتصفح، الشاشه الافتتاحيه بتاعه المتصفح. اول ما افتح المتصفح ايه الشاشه اللي تظهر معايا؟ فأنا لو فاتح مثلا كمثال فاتح متصفح مايكروسوفت، أو فاتح أنا آسف صفحة مايكروسوفت، وعايز أخلي الصفحة اللي أنا واقف عليها دلوقتي هي الشاشة الافتتاحية، هقول له يوز كرنت. أما لو عايز أخلي الشاشة الافتراضية بتاعة المتصفح هي الشاشة الافتتاحية زي جوجل، أول ما تدخل عليها مثلا دي الشاشة اللي بتظهر قدامك، لو عايز أخلي دي هي الشاشة الافتتاحية اختار يوز ديفولت. اما لو عايز استخدم شاشه تانية خالص، ولا عايز استخدم الصفحه اللي انا واقف عليها دلوقتي ولا الصفحه الافتراضيه، هقول له يوز نيو تاب. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها ديليت، لو عايز احذف كلمات المرور الموجوده عندي، يعني بمجرد ما هطلع من اي موقع من مواقع التواصل ومدخل كلمه مرور عايز احذفها، اروح اعلم علامه صح على باسورد واقول له ديليت. اما لو عايز احذف السجل بتاعي على من صح على هيستوري واقول له ديليت. اما اي حاجه بنزلها من الانترنت عايز اعمل لها حذف، احدد داونلود هيستوري واقول له برده ديليت او حذف. طيب ده بالنسبه للانترنت اوبشن. عندك بعد كده الهاردوير اند ساوند اللي هو الاجهزه والطابعات، وعندك فوق خالص كلمة اسمها devices and printer اللي هو الأجهزة والطابعات. بيجي عليها سؤال في الاختبار الدولي، خلي لي الطبعة مثلا فاكس، هي الطبعة الافتراضية أيا كان الاسم اللي هو قال لك عليه، هضغط كليك يمين عليه وأروح أقول له إيه set as default printer، يعني تعيين كطبعة افتراضية، يعني دي الطبعة اللي أنا هطبع عليها. طيب أنا اديت أمر للطبعة وعايز أعرف الأوامر اللي أنا اديتها عشان أطبع، الطبعة مش عايز تطبع، الطبعة مهنجة معايا، أنا عايز ألغي الأوامر اللي أنا اديتها للطبعة. هروح كليك يمين على اسم الطبعة اللي هو قال لك عليها وأقول له إيه؟ سي وات إز برينتنج، يعني عرض ما تم طباعته. فتحت معايا بالشكل ده عشان خاطر أنا أصلاً هتفتح معاك كده. انا لو مدي امر للطبعه هتلاقي الاوامر موجوده عندك هنا. طب لو عايز الغي امر معين كليك يمين عليه واقول له ايه
كنسل او الغاء الامر، كنسل او الغاء الامر. عايز اضيف مثلا جهاز اهو من فوق خالص اسمه اد ديفايس، عايز اضيف طبعه اد برينتر، عايز اعمل ازاله للجهاز ده ريموف ديفايس، عايز اعرف الاوامر اللي انا اديتها للطبعه سي وات از برينتنج وهكذا. بدي خاصة بالأجهزة اللي عندك والطبعات المتوصلة بجهاز الكمبيوتر. عندك الأمر الرابع من هنا اسمه بروجرام أو برامج، واروح أقول له بروجرام أند فيزر. هنا المرة دي لو عايز أعمل إلغاء تثبيت لبرنامج معين، أحدد البرنامج اللي عايز أعمل له إلغاء تثبيت وأقول له أنستول، يبقى أروح على كنترول بانل وبروجرام وبروجرام أند فيزر، واحدد التطبيق اللي عايز اعمل له الغاء تثبيت واروح اقول له ايه انستول او الغاء التثبيت، انستول او الغاء التثبيت. طيب عندك بعد كده اليوزر اكاونت او الحسابات الشخصيه. اولا انا لما اجي اعمل شاشه توقف، حلو، لما اجي اعمل شاشه توقف فبيظهر لي اسم حساب معين. اسم الحساب ده اهو هتلاقيه هنا اسمه انج محمد رمضان، أو عايز اغير الاسم ده، هروح على اليوزر اكونت واروح على اليوزر اكونت واقول له انا عايز اغير الاسم ده، اسم الحساب، هقول له تشينج يور اكونت نيم او تغيير اسم الحساب، واكتب الاسم اللي انا عايزه واقول له ايه تشينج نيم او تغيير الاسم. طيب جيت قلت له بعد كده حاجه اسمها البرسوناليزيشن، اول ما هدوس عليها واقول له التاسك بار اند نافيجيشن فتح ليك اعدادات التاسك بار اللي احنا شرحناها من شويه. طيب عندك حاجه بعد كده اسمها الكلوك اند ريجون، الساعه والمنطقه، واروح اقول له الديت اند تايم، تاريخ والوقت. عايز اغير التاريخ والوقت اروح اقول له change date and time او تغيير التاريخ والوقت، واروح اغير التاريخ والوقت زي ما انا عايز منه. ده اللي هو من خلالها بغير التاريخ والوقت. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها الريجون او المنطقه او اللغه الاساسيه بتاعت الجهاز بتاعتك. اللغه الاساسيه عندك انجليزي. طيب في حد يقول لي مثلا انا لو شغال دلوقتي على اكسل او على اكسس وعايز اخلي العمله بتاعتي بالجنيه المصري والجنيه المصري مش ظاهره، ليه؟ علشان هنا مش مخلي اللغه الرسميه بتاعتك او لغه التعامل بتاعتك عربي، علشان اضيف الجنيه المصري للبرامج بتاعتي اخلي من فورمات هنا اختار عربيك، دور على اللغه العربيه واختارها هيختارها لك. طيب عندك هنا حاجه اسمها الشورت ديت اللونج ديت، شورت تايم لونج تايم. الشورت تايم لو جيت بصيت تحت بيظهر معاك الساعه والدقيقه، اما الشورت اما اللونج تايم بيظهر معاك ساعه ودقيقه وثانيه. الشورت ديت بيظهر معاك التاريخ بالارقام بس، اما اللونج ديت بيظهر معاك اليوم والشهر وحتى تاريخ اليوم والسنه بتاعتك. اما الفيرست داي اوف ويك اول يوم في الاسبوع، انا بالنسبه لي انا مخليه هنا الاحد، ممكن تخليه ساتر دي اللي هو السبت. والله ابلاي. نرجع تاني، عندك حاجه اسمها الاويس اوف اكسس اللي هو تحسين امكانيه الوصول. اقول له اويس اوف اكسس دي اللي هي برامج تحسين امكانيه الوصول. البرامج دي صممت لذوي الاحتياجات الخاصه. اول حاجه دي اسمه مكبرات الشاشه اللي هو الزوم، دي قارئ الشاشه اللي هو بيقرا ليك الكلام الموجود على الشاشه. اما الستارت اون سكرين كيبورد ده بيظهر ليك لوحه المفاتيح على الشاشه زي ما احنا ضفناها فين في التاسك بار. ده بيميز الاصوات، تمييز الاصوات. طيب انت لو معاك لوحه مفاتيح ناحيه اليمين في لوحه المفاتيح هتلاقي فيه زي ارقام جنب بعض، مش من فوق، لا الارقام اللي هي على يمين لوحه المفاتيح اللي هي تحسهم فوق بعض، اللي هي 1 2 3 وفوق الواحد 4 وفوق الأربعة 7 وهكذا. التسع أرقام اللي موجودين على يمين لوحة المفاتيح. لو مش شغالين وعايز أشغلهم، أشغلهم إزاي؟ في حاجة اسمها هنا ميك ذا ماوس إيزير تو يوز،
هدوس عليها واروح من هنا اروح اعلم علامة صح على كلمة اسمها turn on mouse key واقول له apply وبعد كده اوكي. تعالوا كده نفتح عندي اي حاجة اهو، تعالى نكتب بيها. مش عايز تكتب ليه؟ مش عايز اكتب لان انا معلم علامة صح على الاون ماوس كي، اروح عليها اروح اشيل علامة الصح من عليها اهو من تيرن اون ماوس كي. اول ما تشيل علامة الصح وتروح على اهو تكتب، هيكتب معاك الارقام. فلو الارقام دي واقفة بشغلها من فين؟ بشغلها من هنا. ده بالنسبة لكنترول بانل. طيب لو عايز ادخل على السيتنج او الاعدادات، هروح على قائمة ستارت واروح على علامة التروس او الاعدادات. اول حاجة في الاعدادات بيقول لك السيستم، السيستم هيظهر لك اعدادات الشاشة اللي احنا شرحناها من شوية. طيب الديفايسز، الاجهزة، لو عايز اضيف جهاز بلوتوث اضغط على كلمة بلوتوث واقول له ايه اد بلوتوث، يعني اضافة جهاز بلوتوث، وهيبحث معاك. طب لو عايز اضيف طبعة من برينتر واروح اقول له اد برينتر، يعني اضافة طبعة. طب عندك بعد كده حاجة اسمها الماوس، عندك حاجة اسمها الماوس، وتروح على حاجة اسمها الاديشنال ماوس اوبشن، اعدادات اضافية للماوس. فتح معاك اللي احنا شرحناها من شوية، اللي شرحناها من فين؟ جبناها من فين؟ كليك يمين، بيرسوناليز، سينس، والماوس كيرسر اهي دي. وليها كام طريقة؟ أكتر من طريقة. طيب الفون ده لو عايز أعمل ربط ما بين التليفون وما بين إيه؟ جهاز الكمبيوتر، بس لازم أكون متصل بالإنترنت. هنا النتورك أند إنترنت، بعرف اذا كنت انا متصل بشبكه ولا لا. هنا طالما ظهرت علامه الكره الارضيه واللاب بتاعك او الجهاز بتاعك وفي النص رمز الشبكه وكاتب لك اسمها، معناها ان انا متصل بالانترنت. لكن لو مش متصل هيقول لي ايه؟ not connected او غير متصل. ده الواي فاي اللي عندي اهو، انا فاتح الواي فاي وادي الشبكه المتصل بيها، بيقول لي ايه؟ connected اللي هو متصل. ده اللي هو وضع الهوت سبوت اللي هو نقطة اتصال الهواتف المحمولة. ده لو أنا لو عندي فاتح بيانات الهاتف على التليفون وعايز أوصل النت لحد تاني أو التليفون تاني، بفتح بيانات الهاتف وبفتح بعد كده حاجة اسمها نقطة اتصال الهواتف المحمولة. طيب عندك بعد كده البرسوناليزيشن، فتح ليك إيه؟ فتح ليك اللي احنا فتحناه من شويه من البيرسونلايز، فتح ليك اللي هو الباك جراوند الخلفيه، الكار اللي هو لون النظام، لوك سكرين شاشه القفل، السمزات اللي عندك، الخطوط اللي عندك، اعدادات قائمه ستارت، واعدادات التاسك بار. طيب الابس بيدخلك على التطبيقات، لو عايز اعمل الغاء تثبيت لتطبيق معين احدد التطبيق اللي عايز اعمل له الغاء تثبيت واقول له ايه؟ انستول او الغاء التثبيت. طيب الاكونت، اول ما اقول له اكونت بيقول لك اليور انفو، دي اللي هي الصوره بتاعت الحساب الشخصي. لو عايز اغير الصوره بيقول لك كرييت يور بيكتشر اللي هو تغيير الصوره. عايزها عن طريق الكاميرا لو عندك كاميرا على الجهاز، ولا عن طريق صوره موجوده عندك على جهاز الكمبيوتر، هقول له براوز فور وان. فتح معاك جهاز الكمبيوتر، اختار الصورة اللي انت عايزها وقول له ايه choose picture، فغير لك الصورة بتاعت ايه؟ اسم الحساب. طيب الايميل اند اكونت، ده لو عايز اضيف حساب لجهاز الكمبيوتر اهو، انا ضايف مثلا كذا حساب على جهاز الكمبيوتر من فين؟ من اد ان اكونت. طيب الساين ان اوبشن، ده لو عايز اعمل ايه؟ كلمة مرور لجهاز الكمبيوتر. اعمل كلمة مرور ازاي؟ اهو من باسورد اقول له اد او اضافة، واكتب من هنا كلمة المرور بتاعتي، وهنا بعمل ريتيرن اعادة تأكيد كلمة المرور. من الباسورد هانت هنا بعمل ايه؟ باسورد هانت دي كلمة او مفتاح التعريف، يعني لو نسيت كلمة المرور الكلمة دي تفكرني بكلمة المرور، بعد كده اقول له نكست.
وبعمل باسورد ازاي من ساين ان اوبشن، واروح عند باسورد اقول له اد او اضافه. بن لو عايز اعمل نمط البيكتشر باسورد، لو عايز اعمل او اعمل الباسورد بتاعي كشكل صورة، فبعمل فين الباسورد من اكونت ساين ان اوبشن، ومن باسورد اقول له اد او اضافة، وروح ضيف الباسورد بتاعك زي ما انت عايز. طيب لو قلت له التايم اند لانجويج اللي هو الوقت واللغة، الديت اند تايم عايز اغير التاريخ والوقت. اولا لو لقيت دي مش متفعلة ليه؟ عشان انا مخلي الوقت يتحدث تلقائي لوحده اللي هو set time automatic، لكن لو خليتها اوف وقلت له change، روح بقى غير التاريخ والوقت زي ما انت عايز. الريجون المنطقة اللي هو الكونتري اللي هو البلد اللي انت منها، اما الكرنت فورمات دي اللغة الرسمية بتاعت الجهاز ده احنا قلنا عليها من شوية. اما لو عايز اضيف لغة من فين؟ من language، واختار هقول له add a language اضافة لغة، اضافة لغة. طيب هنا الـ choice of access اول ما تدوس عليها عندك حاجة اسمها من القائمة اللي ناحية اليسار treasure and bounty size، هنا change bounty size بيغير معاك حجم ايه؟ حجم المؤشر بتاع الماوس. اما change bounty color بيغير معاك اللون بتاع المؤشر، وده اللي هو السمك بتاعه، السمك بتاع المؤشر. يبقى ده مختص اهو، المؤشر بتاعي كبر شوية اهو، بصوا كده المؤشر بيصغر اللون بتاعه وهكذا. طيب عندك البرايفسي اللي هو الخصوصية اللي هو مختص بإعدادات الكاميرا والموقع بتاعك. طيب مثلا الابديت اند سكيورتي، لو عايز اعمل تحديث للجهاز بتاعي ادوس عليها ابديت اند سكيورتي، واقول له ويندوز ابديت، واختار من هنا تشيك فور ابديت، يعني ايه؟ افحص للتحديثات، افحص معايا التحديثات، بس لازم اكون متصل بالانترنت. دي الطريقة اللي بحدث بيها جهاز الكمبيوتر بتاعي. عايز احذف مجلد معين كليك يمين واقول له ايه؟ ديليت او حذف. عايز اعمل له اعادة تسمية رينيم او اعادة تسمية. عايز اخد منين نسخة؟ كوبي. عايز اقص اشيله في مكان تاني اشيله من المكان ده ونقول الملف لمكان تاني كات. طيب لو انا موجود جوه وعايز احول الملف ده لملف مضغوط، كليك يمين واقول له ايه؟ اد تو، يعني اضافه الى، وادي اسم الملف في الاخر امتداد الملف المضغوط اللي هو ار اي ار، يعني ضيفهولي كملف مضغوط. طيب عايز ابعت الملف ده على سطح المكتب سيند تو، واقول له ايه؟ ديسكتوب او سطح المكتب، حد الملف اللي هو عايزه واقول له سند تو او ارسال الى، واختار ديسكتوب. لو عايز ابعته عن طريق فلاش هتلاقي اسم الفلاش اللي انت مدخلها ظهر من تحت. عايز ابعته عن طريق البلوتوث اختار بلوتوث. لكن لو عندك ملف زي ده وعايز تفكه كليك يمين وتقول له ايه؟ اكستراكت هير او استخراج هنا، يا اما تفتحه وتسحب الملف اللي من جوه تسحبه لبره، تسيبه بره كده كأنك بتشيله وترميه في مكان تاني. طيب حلو خالص لحد دلوقتي، لحد دلوقتي في أي مشكلة مع الناس؟ احنا أخدنا في شرح أساسيات الكمبيوتر شرحنا حوالي 6 محاضرات، 6 محاضرات في أساسيات الكمبيوتر. النهاردة عملنا مراجعة أو ريفيجن سريع على أساسيات الكمبيوتر. أتمنى إن المراجعة النهاردة كانت بسيطة، حاولنا على قد ما نقدر نلم اللي إحنا أخدناه في ال6 محاضرات النهاردة كمراجعة سريعة اللي إحنا أخدناه. بكده إحنا نكون خلصنا جميع الموديولات الحمد لله، يعني بالشرح بتاعها بالمراجعات كمان. متبقي فقط بس حلول الاختبارات الدولية، يعني احنا معانا اساسيات الكمبيوتر واساسيات الانترنت، اساسيات تكنولوجيا المعلومات واساسيات تكنولوجيا المعلومات للمعلم، و
أمن المعلومات للمعلم اللي هو الأمن الرقمي، الأمن السيبراني، والتعاون عبر الإنترنت أو المشاركة عبر الإنترنت، والطباعة وإدخال البيانات، الوورد والباوربوينت والإكسل والأكسس والبريد الإلكتروني. كل ده هنحلله إن شاء الله الاختبارات الدولية بتاعته بعد العيد بإذن الله. الاختبارات الدولية يعني هتاخد معانا في حدود 10 أيام، إن هنحل كل برنامج باختباراته بالتفصيل الممل. كل برنامج حاطين عليه حوالي 80 سؤال، 80 سؤال دول لو كل واحد حل 80 سؤال ممكن يدخل الامتحان بدون ما يذاكر وبدون يعمل أي حاجة. يعني 80 سؤال دول يعتبر بيجي منهم بس 36 سؤال في الاختبار الدولي. يعني بعد ما تخلص حلول الاختبارات معايا ممكن بكل سهولة إن شاء الله تدخل سواء كان الـ ICDL والـ ICDL Teacher أو الـ IS3. للعلم اللي عايز يدخل من دلوقتي يدخل ويطمن، كل اللي إحنا شرحناه مش هيكون بره الاختبارات الدولية، بس هيكون أصلكم اللي هو الجزء النظري. لسه عن النظر أصلا، عن النظر نشرحه في صيغة يعني إن شاء الله بإذن الله بعد العيد بعد ما نحل الاختبارات الدولية. ممكن أول محاضرة أو أول محاضرتين قبل ما نبتدي في الحلول نشرح النظري، نعمل شرح شامل على النظري في أول محاضرتين أو أول 3 محاضرات، وبعد كده نحل الاختبارات الدولية بإذن الله مع بعض، بحيث إن أنتوا تكونوا أخدتوا كل حاجة سواء كان بالـ ICDL والـ ICDL Teacher أو IS3. وأتمنى إن الناس بعد الكورس ده تطلع تكون مستفادة سواء كان بال3 شهادات دول. تبقى بس جاهز ان انت تدخل على الاختبارات الدولية على طول. ربنا يخليك يا رب يا هندسة، كل عام وانتم بخير بمناسبة العيد، وعيد مبارك عليكم يا رب ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله هنلتقي مع بعض بعد العيد، يعني الاسبوع اللي جاي كله بالكامل اجازة. حاولنا على قد ما نقدر في رمضان ما نطولش على الناس او ما نضغطش عليهم، حتى بقينا كل جمعة لينا، بس في الأسبوع الأخير حاولنا نضغط شوية عشان نخلص المراجعات بالنسبة للناس. بإذن الله هيكبر رجوعنا من بداية من الأسبوع اللي بعد العيد، يعني الأسبوع اللي جاي لأ، الأسبوع اللي بعده، يعني ممكن يبقى أول محاضرة يوم السبت، السبت الجاي لأ اللي هو بعد بكرة لأ، السبت اللي بعده، بحيث الناس تكون راجعت كل الحاجات اللي إحنا أخدناها، يبقى بس متوقف على حلول الأسئلة. بالنسبة للمشاريع، الوورد والباوربوينت والاكسل والاكسس، علشان الناس تستلم الشهادات في الاخر لازم تكون مسلم ال4 مشاريع، ما يكونش مشروع فيهم ناقص. والحاجة التانية تكون دخلت الاختبار بتاع اساسيات الكمبيوتر اللي احنا عملناه، وتكون دخلت الاختبار بتاع اساسيات الانترنت كمان، ده عشان تاخد الشهادة. موجودة في القناة بتاع دم اربيا، كل المحاضرات متسجلة صوت وصورة على قناة بيم اربي. حد عنده سؤال بخصوص كل اللي اخدناه لحد دلوقتي؟ طيب نكتفي بكده النهاردة ان شاء الله، ونلتقي بإذن الله مع بعض بإذن الله بعد العيد. كل عام وانتم بخير بمناسبة العيد بإذن الله، يعني سنة سعيدة عليكم. النهاردة ليلة القدر، ندعو كلنا ان ربنا يستجاب دعائنا، ندعي بكل شيء احنا بنتمناه، وبإذن الله ربنا مش هيرد دعائنا ابدا خائب. اي واحد بيدعي ربنا بيستجيب لي على طول، بس لكل استجابة لها وقت معين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالواحد ما يملش من الدعاء، وربنا يوفقنا إن شاء الله فيما هو قادم بإذن الله. وما تنسناش في دعاكم يعني إن شاء الله. أنا مش هطول على الناس أكتر من كده، وأكتفي بكده النهاردة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.